اخر تكنولوجيا وصلت لها هي استعمال الخلايا الجذعيه او الستام سيلز تبع كل انسان. اليوم عم تستعمل الستام سيلز لتحطهم بكريم، وفهمت منك انه معقول تستعمل كريمات اذا بدك بيرسونايز يعني خاصه لكل امراه بالستام سيلز تبعولتها. كيف يعني كانت الفكره انه اليوم بالعالم عم نلجا الى استخراج الخلايا الجذعيه اكين من الحبل السري اكين من الموال الاسس من العظم او عند جراحين التجميل. صرنا عم نلاقي انه في خلايا جذعيه بالدهون يلي بنشفطها. نحن عاده بنشفط الدهون او بنحقنها بشي محل لتكبير المؤخره او شيء او بنكبها، لكن هون وقت ما صار فيهم خلايا جذعيه صرنا عم نستخرجهم. استخراج الخلايا الجذعيه كنت انا استعملهم لحقن الوجه، والفكر يلي او الرؤيه اللي كانت عندي انه ليش ما بستعملهم بالكريمات. صرت انا استخرج الخلايا الجذعيه ابعتهم على سويسرا، وصرت زيد على الكافيار والذهب البيبتايد والبروتينز يلي موجودين بالخلايا الجذعيه، وهون صرت عم باخذ ماكسيموم افكتس على البشره. ومع تطور الافكار صرت اقول لي انا ما كل انسان بعمل له كريم لإله، وبالتالي وعند زيارته لإلي بقدر يمكن اشفط له دهن حتى انحط له جسمه للسيده، وهالدهون بدل ما كبهم بقدر ياخذ منهم الخلايا الجذعيه ببعث لها اياهم على سويسرا. بعد 6 أسابيع بتقدر بيوصل لعند البو باسمها، وهالبو هو فيه الخلايا الجذعيه تبعها، وبالتالي بتكون عم تستعمل الدي ان اي تبعها مع كل المينرالز تبعها على وجهها. فظيع. يعني هيدي بعتقد الفيوتشر تبع الكريم تبع